بارك لكم الوصول للنهائي. الله يبارك في حياتك. أنا يعني وصلت مرتين اليوم للمباراة النهائية. المرة الأولى بتأهل المنتخب العراقي والمرة الثانية بتأهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية، والحمد لله رب العالمين. يمكن مثل ما كانت تشير التوقعات يعني، وهذه دلالة على صعوبة المجموعة الأولى اللي كان فيها المنتخب العراقي ومنتخبنا الوطني بالإضافة إلى منتخبات اليمن والسعودية. اليوم الفريقين اللي لعبوا المباراة الافتتاحية موجودين في النهائي، والكل أعتقد بأن يشيد بما قدمه المنتخبان في بطولة كأس الخليج من خلال المباريات الأربعة. فاينال بين بلدك الام وبين البلد اللي تتغزل بيه دائما وتحبه. بين يعني انا قلبي منقسم نصين. داخلك حسره والله العظيم. انا والله الامانه يعني انا يمكن تكلمت وقلت لاول مره ما راح اكون زعلان في المباراه النهائيه ايا كانت النتيجه. فزنا احنا ولا فاز المنتخب العراقي، ففي كل الاحوال انا والله العظيم سعيد، والله سعيد. حتى توني أتكلم مع الأخوان في بعثة المنتخب أقول لهم كفيتوا ووفيتوا، وللأمانة هذا مش إحساسي أنا والله، حتى مدير المنتخب يقول لو الكاس ينقسم نصين خذنا نص وعطيناهم نص. طيب مشاري اللي عرفه تدارس دورات تدريبية صحيح؟ أنا أخذت دورة مدربين، نعم، مستوى دي والمستوى سي. طيب إيه؟ من بدأ دورة الخليج 25 سينتهي بها العمان والمنتخب العراقي كمحلل فني، من تتوقع ومن شوف للأمانة يعني في بعض الأمور اللي ساعدت مدرب المنتخب العراقي في هذه البطولة. عامل الأرض والجمهور، حماس اللاعبة اليوم تشعر أن اللاعبين يعني ما راح أتكلم عن روح وعن فدائية وعن قتالية لأن هذا الشيء موجود ومعروف عند لاعبين المنتخب العراقي، لكن تحس أن في شغلة ما يبون يفرطون فيها. بطولة على أرضهم للمرة الأولى من 43 سنة، فوق المقومات الفنية اللي يمتلكها لاعبو المنتخب العراقي أيضا عندهم دافع آخر اللي هو الحماس الكبير اللي موجود عامل الأرض والجمهور، إحساسهم بالمسؤولية الموجودة على عاتقهم من قبل كل هذول الناس. لاعب يجون الملعب يعرفون الملعب ممتلي قبل 4 ساعات قبل بداية اللعبة. يعني اليوم قبل 6 ساعات وراح يوصل للنهاية ويعرف، يمكن أنا الله أعلم يمكن يباتون من اليوم في المدرجات. وبالتالي إيه، في الجانب المقابل مدرب منتخبنا الوطني قدر أن يخرج من الضغوطات اللي كانت عليه موجودة في دوري المجموعات بحكم أنه ما قدم الأداء المطلوب، واليوم قدم أفضل مباراة مع واحد من أفضل المنتخبات اللي موجودة في البطولة اللي هو منتخب البحرين. طيب سؤال أخير، أنا هسه شنت على الكورنيش، الجماهير العمانية أكثر من الجماهير العراقية. هذه جماهيرنا اللي جت اليوم، نوجه لهم التحية والحمد لله رب العالمين، كانوا عامل مساعد في تحقيق الفوز والانتصار على منتخب البحرين الشقيق. ويعني أتمنى إن شاء الله أن يتم التنسيق ما بين الإخوان في الاتحاد. أنا أدري أن التذاكر ما راح نلاقيها وهذا أمر طبيعي جدا، لكن 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 فعلا هنالك حصة مخصصة للاتحاد العماني لكرة القدم. أتمنى أن يتم التنسيق مع الجماهير العمانية على أساس أنهم يجون في توقيت مبكر شوي على يوم المباراة النهائية إن شاء الله، ولو ما جينا أنا أعتقد جمهور العراق يكفي ويوفي. تعالوا قبل 12 ساعة من المباراة. هذه عدد.